avec amour, sans plus plaisir. Yes,
سي فريد مساء النور. مساء الخير. اليوم كنت في منصه ديال المهرجان هو راه التراث. إيه؟ كيفاش جاك الجمهور اليوم؟ الجمهور ديال الورق تبارك الله ديما في المستوى وكانت تنظيم الحمد لله. بالمناسبه كننوه على هذه القضيه هذه وتنشكر بزاف الاداره ديال المهرجان ديال هذا الشيء هذا وكاع الناس اللي صاروا على يديروا المون ديال هذا الشيء. الناس تبارك الله جالسين في الكراسه ديالهم ناشطين خالقين السعاده بواحد الحاجه. انا النجاح ديال المهرجان تيكمل في هذا الشيء كامل. تنظيم واحد الحاجه اللي مهمه بزاف ونتمنى ان شاء الله الاستمراريه لهذا الشباب. كيفاش كان تفاعل الجمهور اليوم مع فريد؟ الحمد لله كان تفاعل كبير الحمد لله. وانت راك شتي حضرتي كل شيء. كيوعد فريد غنام الجمهور ديالو لا سواء في المغرب ولا خارج المغرب جديد؟ ديما موجود الفنان الشغل ديالو الاول هو انه دائما ينتج يكون دائما في المستوى لان الناس ديما تنتظر منه شي حوايج جدادين. ضروره كنشكروك على هذه الساعه صدرك. شكرا. عبود الله يحفظك عبود الله يخليك.